السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 44 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقة. كلمة اليوم anyone. anyone كلمة مهمة جدا. anyone get ready write all the phrases so you need a notebook a pencil just 2 minutes and repeat after me 5 times loudly. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، كرر الدرس عدة مرات وكرر العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها. Anyone, anyone, anyone. أي شخص أو أي إنسان أو أي شأن. Anyone, anyone. نأخذ أمثلة على هذه الكلمة. Does anyone remember him? Does anyone remember him? قل معي. Does anyone remember him? هل يتذكره أحد؟ Does anyone remember him? Does anyone remember him? هل يتذكره أحد؟ I was afraid to tell anyone. I was afraid to tell anyone. كنت خائفة من إخبار أي شخص، أو كنت خائف أيضا. To tell anyone من إخبار أي شخص. I was afraid to tell anyone. أما مرادفات كلمة anyone، anybody، anybody أي شخص، أو anything أي شيء. anyone، anyone. حاول الآن أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة anyone، anyone. لا بأس أن تستخدم من العبارات التي مرت علينا في هذا الدرس، أو تكتب جملة من عندك. anyone وضعها في أسفل هذا الفيديو في التعليق. anyone، anyone. شكرا لكم على المتابعة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. استمروا بالمثابرة في تعلم اللغة الإنجليزية، وكرروا الدرس عدة مرات حتى تتقنوه باللفظ الصحيح وبالكتابة الصحيحة من أول مرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.